وجد لا يدريه إلا من يسكن فيه أبديه أو أخفيه هو ملك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل وداد خذوني الله عند الحبيب دعوني سيبوني ولا تردوني في روض رسول الله صلى الله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، آمين رب العالمين. أما بعد، فيقول سيدي ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى في الحكمة السادسة: لا يكون تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فإنه ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختار لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. سبقا أشرت ولله الحمد في بداية لشرح هذه الحكم العطائية المباركة أن ترتيبها مقصود، في مقدمة مختصرة تكلمت عن محاورها وعن مضامنها وعن مقاصدها، وقلت بأن ترتيبها مقصود، وقلت كذلك بأن هناك مناسبات يرتبط بعضها ببعض، فيرتبط الأول بالآخر ويرتبط الآخر بالأول والوسط بالأول وكذلك يرتبط بالآخر، يرتبط بعضها ببعض ارتباطا عظيما ووثيقا. وكل مسألة من هذه الحكم العطائية هي شرح وبيان لما سبق وتوطئة لما يأتي بعدها من الحكم. إذن الحكمة عندما ننظر إليها نجدها تشرح ما سبقها من الحكمة أو من الحكم، ثم توطئ لما يأتي بعد ذلك من الحكم العطائية الأخرى. فإذا ترتيبها مقصود وفيه ما فيه من الأسرار ومن التناسق العجيب، مناسبات عظيمة وجليلة ما بين هذه الحكمة. ولهذا سبق أن أشرت بأنه العلماء قالوا وقرروا لو صحت الصلاة بغير كلام الله لصحت بكلام هذا الرجل، لو صحت الصلاة بغير كلام الله من باب الافتراض فقط، من باب يعني الحقيقة، وإلا فالصلاة إنما تصح بكلام الله تعالى. هذا ليس من باب المقارنة بين كلام الله وبين كلام البشر، وإنما لبيان أن هذا الرجل أوتي البيان وأن الله تعالى فتح له فتح العارفين، واتقوا الله ويعلم. فإذا هذه الحكمة لا يكون تأخر أمد العطاء، وهي الحكمة السادسة، جاءت تذييلا، جاءت الحكمة تذييلا لما يأتي بعدها أو لما جاء قبلها عفوا، لأنه قال رحمه الله: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على ماذا؟ على انطماس البصيرة. إذن اجتهادك فيما ضمن لك، فيما ضمن الله لك من الرزق ومن الأمور التي سبق أن أشرت إليها، وتقصيرك فيما طلب منك من الأوامر من العبادة ومن الطاعة ومن الامتثال ومن الاستمساك بكتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القيام بوظيفتك بالوظيفة القدسية الجليلة التي تتمثل في عبودية الله تبارك وتعالى، وفي الإقبال عليه بهذا القلب الرضي أن يصبغ بصبغة العبودية الله تبارك وتعالى، هذا دليل على انطماس البصيرة. فإذا جاء رجل مثلا سمع سيدي ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى وهو يقول اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك إلى آخر الحكمة، ربما قال لقد قمت بما طلب مني من الواجبات
من الطاعة، من الإقبال عن الله تعالى، من اجتناب المحرمات وبالعمل الصالح، ثم وكلت واجباتي الدنيوية إلى ضمانة الله تبارك وتعالى ووعده، وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى ولم أرى إجابة، ولم أرى استجابة لدعائي ولا قبولا لرجائي، وأنا على ثقة بيقين الله وبوعد الله تبارك وتعالى، وأنا على اليقين وعلى الثقة في هذا الباب. ربما تساءل هذا السؤال، فتأتي الحكمة العطائية لترفع هذا الإشكال ولتجيب عن هذا السؤال. لا يكون تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. إذن الإلحاح في الدعاء والدعاء يفضي بك إلى العبودية، فلا ينبغي أن تيأس من الدعاء ما سبق أن بينت سابقا في الحصة الماضية. فإذا هذه الحكمة هي تزيل الإشكال الذي ربما قد يستشكله البعض. ونجيب كذلك عن سؤال بعض الأخوات لما سألت عن الفرق بين الدعاء والطلب، وهي مسألة جوهرية ومركزية في هذا الباب وفي سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. أولا، قبل كل شيء لا بد أن نقرر حكمة ومسألة قطعية كلية: الدعاء غاية وليس بوسيلة. الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، الدعاء مخ العبادة سبق بيانه، لكن لا بد أن نقرر هذه الحقيقة: الدعاء غاية وليس بوسيلة. إذن لا بد أن نعتقد هذا، لا بد أن نؤمن به، لا بد أن نتصوره، لا بد أن نفهمه، لا بد أن نتخلق به وأن نطبقه في حياتنا، في سلوكنا، في علاقتنا مع ربنا. إذن الدعاء غاية وليس بوسيلة، بمعنى أن الدعاء يراد لذاته، فعندما يشتغل الإنسان بالدعاء فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى، فلا يحقق فقط الرغبات وما يريد مثلا من المتطلبات ومن المطالب التي يعني يحتاجها الإنسان في حياته، لا بأس بهذا، لكنه إذا حقق مطالبه فإنه يترك الدعاء. هنا سيأتي البيان بإذن الله تعالى لنفرق بين الدعاء وبين الطلب. إذن الدعاء عبادة أعطاك الله سبحانه وتعالى أم لم يعطيك سبحانه وتعالى. إذن هذه مسألة يعني مهمة. فالدعاء هو شأن من؟ شأن العبيد، ولا تتجلى العبودية لله تبارك وتعالى ولا تفوح رائحتها في حالة من الأحوال إلا عند إقبال العبد إلى الله سبحانه وتعالى. تتجلى العبودية الحق عندما يقبل العبد إلى الله سبحانه وتعالى إقبالا عظيما صادقا، متمسكنا، متضرعا، متدللا لله سبحانه وتعالى، يعلن عن عبوديته لله سبحانه وتعالى. فإذا تفوح هذه العبودية، هذه الرائحة، عندما يخضع المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مهمة. فإذا أعطى الله سبحانه وتعالى حمدنا وشكرنا سبحانه وتعالى، وإذا لم يعطي علمنا أن الله تعالى قدر شيئا وقدر خيرا لأنفسنا، وتيقننا واعتقدنا أن الله تعالى عليم حكيم كريم رحيم سبحان الله. فإذا لا عبث في فعل الله سبحانه وتعالى، لو كان الأمر خيرا لقدره سبحانه وتعالى لنا. فإذا نتيقن ونعتقد أن ما قدره الله سبحانه وتعالى فهو خير، كل ما يقدره سبحانه وتعالى فهو خير لعباده. فإذا أعطى مشكور، كما قال عليه الصلاة والسلام: قد تعجب من أمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، وإن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. إذن المؤمن في خير مع الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء. عجيب جدا، وهذا كما قلت لكم سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حكمة خاصة، أن المنع يصير عطاء في بعض الأحيان، يكون المنع عطاء لمن فهم عن الله. واتقوا الله ويعلمكم، إذا أعطى فهو كرم وفضل من الله سبحانه وتعالى، فإذا منع يكون المنع عطاء، لأني أعتقد أن الله تبارك وتعالى يقدر لي الخير. فإذا لو كان خيرا لقدره سبحانه وتعالى، لما منعني من ذلك علمت أنه شر
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلهذا الإنسان إذا مارس عبوديته لله سبحانه وتعالى يعني مارس العبودية حقا بصدق وبوفاء وكذلك أعلن عن هذا بقلبه وبشعوره وبكيانه تفجرت من مشاعر عبوديته لله سبحانه وتعالى مشاعر المحبة ومشاعر الصدق ومشاعر الخوف في أن واحد. إذن كلما كان الإنسان صادقا في عبوديته لله تعالى بباطنه بظاهره بكيانه بقلبه بقالبه بسيرته بسريرته بأعماق سويداء قلبه فإنه تتفجر المحبة والصدق في الإقبال على الله تبارك وتعالى يعجز أن يصفها اللسان والبيان أو أن ينطق بها اللسان، يعني يعجز عن ذلك البيان ويعجز عن ذلك اللسان أن يترجم إلى واقع أو إلى كلام، يعجز عن هذا. فإذا الصدق في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يمارس الإنسان عبوديته بصدق بصدق لله سبحانه وتعالى، والمحبة لها روافد كثيرة ولها مباحث كثيرة، وهي لا تخرج عن أمور ثلاثة: عن جمال يأسر القلوب، وعن عظمة تبهر العقول، وعن إحسان يأخذ بمجامع النفوس. هذه أصول المحبة. إذن عن جمال يأسر القلوب، يكون الإنسان أسيرا للجمال، هذه فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. إذن الله تعالى جميل ويحب الجمال. ثم لابد من عظمة، الإنسان ينبهر بالعظمة، ولا عظمة هي أعظم من عظمة الله تبارك وتعالى، إنما يجسد ذلك المؤمن بقوله الله أكبر، يجسد هذا المعنى بقوله الله أكبر من كل شيء، إذا رأى شيئا أعجبه الله أكبر من هذا، أكبر من مالك، من حياتك، من أولادك، من الدنيا وما فيها، وعظم الله عز وجل، وعظمته هي نابعة من ذاته. أما عظمة الإنسان فهي فانية وهي نابعة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاه هذه العظمة، وهي غير يعني غير مستمرة، وهي فانية ولا علاقة بين الخالق وبين المخلوق. فإذا العبد إذا مارس هذه العبودية يصل إلى هذه إلى هذه إلى هذه المرتبة. هذه المرتبة هي أننا عباد مملوكون لله سبحانه وتعالى. والإحسان، نعم، الأصل الثالث الإحسان، وهذا هو الشاهد عندي من هذا المثال من قضية المحبة، هو الإحسان. فمن كان يتأثر بالإحسان، كلنا يتأثر بالإحسان، لو أحسن إليك يعني أحسن إليك شخص البثل فإنك تتعلق به، تحترمه، تقدره لأنه أحسن إليك. كيف بالمحسن سبحانه وتعالى؟ أعظم إحسان أوجدك، هل تعالى الإنسان حين من الدليل لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن هذا الإنسان فأوجدك. من منا يستطيع أن يستوعب هذه الحقيقة العظمى الجليلة الكبيرة؟ كنا في مرحلة تسمى بالعدم فأوجدنا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قلت لكم سابقا: من تأمل في البدء لابد أن يتأمل في الختم، هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لا نتأمل في هذا لأنه يرتبط بنهايتنا بموتنا بوجودنا باستمرارنا على هذا الأرض، فمن تأمل فيه يتأمل في النهاية أنه راحل إلى الله. هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ينبهنا القرآن. لنتأمل في وجود أعظم نعمة أوجدنا الله، نعمة الوجود. لهذا لا يمكن الإنسان أن يشكر الله تعالى هذه النعمة، يقصر فيها ولو بالغ في ثناء عظيم، لا أقصر ثناء عليه كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا كان الإنسان من يتأثر بالإحسان فإن المحسن الأوحد هو الله، عندما ينظر إلى الطعام، إلى الشراب، ينظر إلى فضل الله، إلى كرمه، إلى إحسانه، إلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فإنه يتعلق بالله تعالى محبة وتعظيما وصدقا، فيرتفع ويلقى هذا الإنسان إلى مقام عظيم بهذه المحبة، بهذه المحبة يرتقي إلى أوج السعادة، السعادة السرمدية هي محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتعلق بالآخرة الباقية لا بالدنيا الفانية، هذا ما يريد سيد بن عطاء الله وأمثاله رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خيرا، دلوا وبينوا وشرحوا وأرشدوا ورغبوا
وتحمل في ذلك الآثار حتى تهموا بكذا وكذا يعني من الزندقة والبدعة وغير ذلك. أرادوا أن يرشدوا إلى الله وأن يعرفون بالله سبحانه وتعالى. إذن الحقيقة التي نصل إليها نتكلم عن أمور خاصة لا يدركها إلا الخواص، أننا عباد مملوكون لله عز وجل. هل هناك حقيقة تبين هذه؟ هذه الحقيقة، نحن عباد مملوكون لمن؟ لله سبحانه. إذن يجوز لنا الدعاء، أن نطلب ما نريد من الله سبحانه، أن نشتغل بالدعاء أمر مهم لا شك في هذا، كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون من حق الطعام. لكن إذا لم تأتي الإجابة هل يمتنع الإنسان عن الدعاء؟ أنه يستمر في الدعاء والتبتل والتضرع إلى الله سبحانه. وهذا شأن العبيد كما قلت، لأننا مملوكون للخالق لسيدنا سبحانه وتعالى. وهل يملك المملوك شيئا؟ هل يستطيع المملوك أن يتصرف ولا يملك؟ مجرد من الحرية، مسلوب الحرية. إذن غاية العبيد وغاية المملوك الخضوع والطاعة، هذا ما يقول العقل فضلا عن الشرع. فإذا كنا أو اعتقدنا هذا الاعتقاد ونبع من أعماق قلوبنا، لا شك أننا سنعلن عن عبوديتنا لله تبارك وتعالى بالاختيار. نتكلم عن العبودية الاختيارية لا عن عبوديتنا الاضطرارية، ونحتاج إلى تعميق هذا اليقين وهذه الثقة. هذا يحتاج إلى جهد وإلى مجاهدة حتى يستقر، يتحول من حال إلى مقام. المقام هو الذي يستمر، الحال يأتي ويذهب. وأضرب مثالا، قالوا بالمثال يتضح المقام. ضرب مثال لرجل مثلا يثق بطبيب، رجل مريض ذهب إلى الطبيب كي يجري له عملية جراحية. البعض من أهل اللغة يدققون ويقولون بأن مصطلح العملية هذا يعني غير فصيح، ومنهم شيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتابه تقويم اللسانين. على كل حال جرى به العمل وجرت به العادة أن الناس يقولون هذا، فأسلم جسده للطبيب ولآلاته الجراحية يفعل به ما يشاء. أسلم جسده ظاهرا وباطنا، لماذا؟ لأن المريض يثق بالطبيب. يثق بماذا؟ بعلمه، يثق بكفاءته، بالتجربة العالية في هذا الميدان. بصدق. نعم. بصدق، نعم. فهو لو قال له مثلا سأقوم بقطع رجلك أو يدك مثلا، يثق في هذا، لأن مثلا الجرثومة أو أن الميكروب سيصل إلى القلب ربما توفى، مات مثلا في حالة معروفة عند أمراض السكري، يكون فعلا يعني. وقد يتألم ويشكو، والعجيب جدا أنه يشكره باللسان الذي كان يشكو ويتألم بنفس اللسان، لسان واحد شكى وتألم وفي نفس الوقت يشكره بعد نجاح العملية. لماذا؟ لأنه يثق بالطبيب ويعلم أنه أراد به خيرا وأراد له النجاة، النجاة والشفاء. وثقتنا بالله عز وجل أعظم وأجل وأسمى من ثقة المريض بالطبيب. محبتنا لله عز وجل هي أسمى وأغلى من محبة المريض للطبيب. وكذلك يقيننا بوعد الله تعالى وبالله سبحانه وتعالى أغلى وأسمى وأعلى من يقين المريض بالطبيب. هكذا ينبغي أن نكون. فإذا عرف المؤمن والإنسان مملوكيته لله سبحانه وتعالى ووصل إلى هذا المستوى إلى هذه المرحلة، لا يكاد أن يصبر، يريد أن يعلن عن هويته عن عبوديته لله تبارك وتعالى. فيريد أن يعلن أنه فقير بائس شاحد فقير إلى الله سبحانه وتعالى، بمعناه التربوي السلوكي لا بمعناه المادي. أن يتصور الإنسان أن الفقير هو الذي لا يملك مالا ولا درهما ولا دينا، لا، لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، عن العبودية لله تعالى، أننا في حاجة ماسة إلى فضل الله تعالى وكرمه وإحسانه ونعمه. الإنسان لا يستغني عن الله، فهو يرى أنه في حاجة إلى الله عز وجل. فلهذا هناك فرق
بين من تسوقه العبودية إلى الله سبحانه وتعالى وتسوقه العبودية إلى بابه ليتضرع ويعني عن هويته وعن عبوديته وعن تضرعه وعن مسكنته وأن يبسط كذلك كفيه إلى الله تعالى بالدعاء وبالتضرع وبالخوف وبالمحبة وبالتعلق وبالصدق، وبين من تسوقه الرعونات النفسية إلى ماذا؟ إلى أغراضه الشخصية. هكذا نفرق إذن بين الداعي وبين الذي يطلب. فالداعي إذن يتخذ من الدعاء غاية في ذاته، أما الطالب فهو يطلب بعد ذلك يتخلى يعني عن هذا الطلب أو عن هذا الدعاء، يطلب المصالح الدنيوية فقط. هكذا يعني ينبغي إذن أن نفرق. فإذا كثيرون هم الذين يخلطون ما بين الدعاء وما بين الطلب. أضرب مثالا لتتضح الأمور أكثر بعمل الله تبارك وتعالى. هذا المثال مثلا لرجل غافل عن الله، أعرض عن الله تعالى، عن أوامره، عن كيفته، عن شهوده، عن شهود نعمه وفضله وكرمه. اشتغل بماذا؟ اشتغل بالنعمة عن المنعم، ألهته النعمة عن المنعم. والأصل أن هذه النعمة تدل على الله، تعرفك وتعرفك بالله عز وجل. إذا جلس الإنسان أمام مائدة من الطعام والشراب فإنه يعلم أن هذا من فضل الله، هذا من الفيض ومن كرم الله سبحانه وتعالى. سماء الأمطارات وأرض الأنبتات وهكذا، وكذلك لحوم سخرها سبحانه وتعالى وألبان، كذلك أكرمه الله عز وجل به حتى تصل إلى هذا الإنسان الذي شرفه الله تعالى وأكرمه. إذن فهو لا يقف كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى عند النعم، وإنما يرى المنعم، يشاهد مقام المشاهد، يشاهد فضله وكرمه سبحانه وتعالى، ولا يقف كذلك عند الكون يرى المكون، ولا يقف عند السبب يرى المسبب، يرى الفاعل الحقيقي. الناس مثلا يرتبطون بالمخلوقين، بفلان وعلان وبزيد وبعمر، أما المؤمن أما السائر أما العارف أما الذي وصل إلى هذه المرحلة التي أعلن عن ذله وعن عبودية لله سبحانه وتعالى، فإنه يشاهد الله تعالى، يشاهد كرمه، يشاهد فضله، يشاهد إحسانه، يشاهد عظمته، يشاهد ألوهيته، يشاهد ربوبيته، يشاهد الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، يرى الله تعالى في كل شيء، أفنى وجوده فهو لا شيء. كيف أفنى وجوده؟ ولا شيء، الكل إلى فناء، لا يبقى شيء في هذا الكون. فإذا تعلق بالباقي، والله سبحانه وتعالى هو الباقي وهو الحق سبحانه وتعالى، وما سواه باطل. فمن غير المعقول أن يتعلق الإنسان بالزوال ولا يتم بهذا الأمر كما سيأتي بيانه سبحانه وتعالى. هذا الرجل الذي أعرض عن الله، غفل عن الله سبحانه وتعالى، ولم يشاهد هذه النعم لأن الدنيا تنقص أمامه، كمن واحد لا ينتبه فهو في شغل في نعمه ينسى أن هذا سيزول وأنه سيؤول إلى القبر. يعني لا يريد أن يسمع مثلا الموت، ولا يريد أن يسمع الآخرة، ولا يريد أن يسمع مثلا جهنم نعوذ بالله، أو أن يسمع لقاء الله، أو أن يسمع من يذكره بالله. قال لي البارحة أحد القراء أنه كان في مناسبة وطلب منه أن لا يتكلم عن القبر ولا عن النار، مناسبة يعني مناسبة موت، ومع ذلك يقول لا يتكلم، قال لا نريد أن نزعج الناس، لأن القلب مغلف بماذا؟ مقبل بالشهوات واللذات، غافل عن الله، القلب غافل بعيد عن الله، تنقص الدنيا أمامه، يرى اللذات والشهوات، وينسى أن هذه النعم وهذه المتع التي تفضل بها هو الله سبحانه وتعالى، كما قلنا هو المحسن الأوحد، هو صاحب الإحسان، صاحب الفضل. فإذا ذهبت النعم، ذهبت هذه النعم، وجاء الابتلاء، عفاكم الله جميعا، عفانا الله سبحانه وتعالى من ابتلاء، لا نسأل الابتلاء، نسأل الله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. إذا جاء الابتلاء، إن تبتلى مثلا في مرض سرى إلى كيان هذا الرجل، أو إلى فقر بعد غنى بدل نشيد، ما أرى وكما أسمع، تجد يبحث عن من يدل على دعاء مستجاب يشتغل به كي يدعو الله سبحانه وتعالى ليرفع عنه البلاء، عنه الضيق، عنه المرض وهكذا.
أو يبحثوا عن صياغ المستجابات لبعض الدعوات. كم واحد يسألني أريد دعاء لجلب الرزق، أريد مثلا دعاء للزواج، هذا طلب يجوز، لا أقول بأن هذا حرام، لكن نحن نتكلم عن الدعاء الذي هو غاية في ذاته. إذا يبحث هذا الرجل الذي غفل عن الله عن دعاء يحقق مآربه، ثم حتى إذا رفع البلاء والابتلاء عاد إلى حياته وإلى أموره كما كان. إذن هذا الدعاء هو طلب، لماذا؟ لأنها ألفاظ تجردت عن المعاني الحقيقية، تجردت من القلب. فاللسان حقيقة إنما يعبر عن ما في القلب. الإنسان عندما يذكر الله سبحانه وتعالى في الأصل أن هذا الذكر إنما هو نابع من القلب، فاللسان يترجم ما في القلب حقيقة، هذا هو الذكر النافع كما سيأتي بإذن الله تعالى. لكن هذا الرجل إنما دعا وطلب الله سبحانه وتعالى بألفاظ تجردت عن معانيها وعن حقائقها، وهذا لا ينبغي أن يكون. فالمؤمن هو دائما مع الله سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء. فإذا ما هو الطلب؟ الطلب نعم وسيلة، يعني وسيلة، نعم جعل من الدعاء وسيلة لتحقيق أموره ومآربه، ولم يتخذ غاية كما قلنا، لأن الإنسان يكون الدعاء سببا في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، كما رأينا في الأسبوع الماضي ذكرنا نماذج من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو الطلب هو وصف للفظ ينطق به الطالب، الطلب وصف للفظ ينطق به الطالب. أما الداعي الذي يدعو فهو شعور نابع من القلب، شعور قلبي ينبع من قلبه، وتفجرت منه مشاعر العبودية لله تبارك وتعالى. هذا هو الداعي الذي يدعو الله عز وجل بصدق. وفيه كذلك تحققت إذا الداعي من القلب تحققت فيه يقظة القلب، تحققت فيه يقظة القلب. نعم كيف؟ هو أن الإنسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى يقدم التوبة. إذا تذكرتنا بأن في بداية هذه الحكام قلت بأن مقام التوبة يصاحب السالك إلى الله سبحانه وتعالى، يصاحبه في جميع أحواله، في بداية سيره وفي وسطه وفي آخر حياته، كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاب إلى الله وكان يجدد التوبة والاستغفار. وكذلك في وسط دعوته صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك استغفر الله تعالى، وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله. فإذا التوبة مقام يلازم هذا الإنسان. إحنا لا نتكلم عن توبة العامة، عن الإقلاع عن المعاصي، هذه توبة واجبة، نتكلم عن مقام آخر سيأتي إن شاء الله نتكلم عنه في وقته. نعم، عن الغفلة وعن التعلق بالسوى، عما سوى الله سبحانه وتعالى، وعن شكر الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض أهل العلم في قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، قال هذا ليس باستغفار يعني العاصين، وإنما يشكرون الله تبارك وتعالى أن وفقهم للعبادة، فهم يشعرون بتفريط الله، ولهذا دائما يأتي الاستغفار بعد العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من الصلاة يقول الله أكبر الله أكبر، استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، استغفر الله سبحانه وتعالى، كان في صلاة في عبادة هو يشعر أنه فرط في حق الله. هذا مقام. كذلك ثم أفضل من حيث أفضل الناس واستغفر بعد الإفاضة من عرفة، أنت مطالب بالاستغفار دائما، يأتي باستغفار الإنسان ولو عبد الله تعالى لا يمكن أن يؤدي العبادة على حقها وعلمها. فإذا الدعاء يبدأ أولا بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى، لا يمكن أن نقبل وأن نقف بباب الله تعالى وقد حملنا على أثقالنا من المعاصي والذنوب ما مر بها عليها. إذا لابد أن نتخفف ولابد أن نزيل عن كواهلنا هذه المعاصي وهذه السيئات التي بارزنا الله تعالى بها، فنتوب إلى الله ونعلن عن توبتنا وعن إنابتنا، ثم بعد ذلك نرفع يعني بعد ذلك الأيدي بتضرع وبتمسكنين، عسى الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا. نعم، إذن أول شيء يبدأ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك،
أمرنا أن ونهانا عن المعصية، تلبسنا بمعصية، إذا خالفنا أمر الله. ثم بعد ذلك أمرنا سبحانه وتعالى إن، يعني تلبسنا بالمعصية وإن عصيناه سبحانه وتعالى أن نتوب إليه. إذا وقع الإنسان في المعصية وفي الذنب عليه أن يسرع بالتوبة. فنحن وقعنا في المعصية ونتوب ثم ندعو بعد ذلك، كيف يستجب لنا؟ نحن نتعلق برحمة الله، لا نتعلق بالعمل، نتعلق برحمة الله، ولكن على الأقل أن الإنسان يعلن عن تقصيره وعن تفريطه في حق الله سبحانه وتعالى، يرفع يديه: يا سيدي يا خالقي يا مولاي، فرطت في فرائضي، فرطت في كذا وفرطت في كذا، أمرتني بكذا فلم أفعل، ونهيتني عن كذا ففعلت، وأنت الرحيم وأنت الكريم. على الأقل يشعر بالتفريط وبالتقصير، فيقول الله عز وجل: فليفعل عبدي ما يشاء، لأنه في حينها يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتعلق بالرحيم وبكرمه سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من التوبة، ومثاله كمثل رجل مثلا في منصب ما في شركة أراد أن يحقق بعض أغراضه، فذهب إلى مسؤول ذي شأن في الشركة، إلى مسؤوله، إلى المدير مثلا، لكنه ارتكب خطأ في حقه، خطأ كبير، أساء إليه إساءة عظيمة، ثم لم يطلب منه الصفحة ولا العذر ولا المسامحة، وبعد ذلك توجه إليه كي يحقق له أغراضه. فالسائل يمكن أن يكون منطقيا في سؤاله، ولا المسؤول يتوقع منه أن يستجيب لرغبته. أول ما ينبغي أن يفعل أن يستسمحه وأن يطلب الصفحة والمسامحة، ثم بعد ذلك يسأل. هذا منطق الناس، هذا شأن الإنسان مع الإنسان نفسه. فكيف شأن الإنسان مع الخالق؟ والأمر يختلف، شأن الخالق مع المخلوق، شأن المالك مع المملوك، شأن العبد الذليل مع الإله العظيم، هذا إنسان مع إنسان. أما مع الله فإن الأمر يختلف، فلهذا لا بد من التوبة، لا بد من الصدق، لا بد أن نصطلح مع الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا لم يستجب الله عز وجل، لا ينبغي لنا أن نترك العمل أبدا، أو عفوا لا نترك الدعاء. إذا تأخرت الإجابة لا ينبغي أن نترك الدعاء، لأننا في عبادة، والإنسان خلق لماذا؟ خلق العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تصورنا مثلا لو أن الإنسان أخبر بأنه سيدخل إلى الجنة، هل سيترك العبادة؟ قيل لنا مثلا نسأل الله تعالى يبشرنا بهذا في رؤيا، في يعني بعلامة من العلامات، ممكن هذا له بشرى في الحياة الدنيا، نسأل الله تعالى ذلك، هذا من فضله وكرمه. فهل يمكن؟ نعم، هو لا أكون عبد الشكور. نعم صحيح، كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا هذا مقام يدفعك إلى أن تشكر الله سبحانه وتعالى. لا قدر الله عفانا الله جميعا، لو علم الإنسان أنه من أهل النار، هل يترك العبادة؟ يترك الصلاة؟ فلهذا عبودية الإنسان هي لازمة له. الله تعالى يريد منا العبودية الاختيارية، كما أن العبودية الاضطرارية تلازمنا. الكل عباد لله، الكافر مسلم مؤمن ضائع عاصي، لكن الله تعالى أراد منا العبودية الاختيارية. وقبل أن نطوي هذه الصفحة أختم بقضية مهمة تتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعلاقتنا مع الله في سيرنا إليه سبحانه وتعالى، وتتعلق أيضا بمسألة الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة الإسلامية. كيف؟ الله تعالى وعد المؤمنين بالنصر وبالتمكين كما رأينا في الدروس الماضية، وربما تأخر ذلك، والإنسان من طبيعته الاستعجال، وكان الإنسان عجولا، وقد يعمل الإنسان يجتهد لكنه لا يرى ثمرة عاجلة لعمله، خاصة ما يتعلق بقضية التغيير والإصلاح. الداعي إلى الله تعالى، الداعية كذلك، المرأة والرجل يشتغلان في إرشاد الناس وفي دعوتهم إلى الخير والصلاح، لكن ربما لا يرى ثمرة لذلك لعمله لجهده. هل يترك الدعوة؟ لا. هل يترك العمل؟ لا، إنما يستمر في ذلك، وهذا له علاقة بماذا؟ بالحكمة. لا يكون تأخر أمد العطاء ما يلحق في الدعاء،
موجبا ليأسك. لا ييأس هذا الإنسان، يبقى مستمرا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى جعل قوانين وسننا في هذا الكون، وجعل التكليف الذي كلف بهذا الإنسان يرتبط بهذه السنن وبهذه القوانين، ولا يرتبط بالمعجزات ولا بالخروقات ولا بالكرامات، فهي ارتبطت لماذا؟ بالسنن بالقوانين. إذن عندنا سنن النصر، سنن التمكين، سنن الاستخلاف، سنن كثيرة ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تتحقق هكذا بكون فيكون، وإنما بسنن، مثلا بسنن التدرج، الأمر يحتاج إلى تدرج، يحتاج إلى صبر. والذي علينا ماذا؟ أن نعمل فقط، أما النتيجة فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بها. هذه لابد أن نستحضر إذن هذا. طيب، نبينا عليه الصلاة والسلام بذل جهدا عظيما من الجهاد في سبيل الله، ومن الدعوة إلى الله، ومن تعريف الناس، ومن تحمل الأذى، وواصل العمل، وآمن معه إلا قليل، ثم بعد ذلك هاجر إلى مكة وازداد عدد المسلمين. بعد ذلك أينع الصبر ويعني استوى يعني أو أغلقت زرع الدعوة، استغلقت زرع الدعوة واستوت على سوقها، وبعد ذلك جاءت النتائج الطيبة والنحو، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام قوة الروم تذهب وعظمة الفرس تتهاوى، ورأى يعني ما حولهم من النظم والحضارات تذوب كما يذوب الملح في البحر. يعني بعد صبر طويل، بعد جهاد، وبعد هجرة، جاءت بعض من الثمار التي أكرم الله عز وجل بها المؤمن. فلا بد إذن أن نصبر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة. يأتي النبي في حديث صحيح وليس معه أحد، لم يستجب له أحد، هل ترك الدعوة؟ لم يترك الدعوة، هو مكلف بالعمل، أما النتيجة فالله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل. وكاين من نبي قتل في قراءة قاتل معه ربيون كثير، وكاين من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فما وهنوا وما استكانوا، هؤلاء صبروا على ماذا؟ على تحمل الأذى. إذن يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرهيط في البخاري، يعني تصغير رهط، والرهط يطلق على عشيرة الرجل وعلى قبيلة، ويطلق كذلك على ماذا؟ على العدد القليل، وهو المراد هنا بإذن الله تبارك وتعالى، يطلق من الثلاثة إلى العشرة، وقيل من السبعة إلى العشرة، على العدد القليل. وسيدنا نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا قبل الطوفان، أما بعد الطوفان فيعلم الله تعالى يعني القدر الذي دعا إلى الله تبارك. فإذا كان علينا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا وعد الله تعالى، المؤمن يصبر وينتظر يعني وعد الله تبارك وتعالى، ويستمر في العمل لا يترك. ثم مسألة أخرى بها نختم، أن قضية الاستجابة ترتبط بمشيئة الله وبالكيفية التي يشاءه سبحانه وتعالى. فربما اعتقد الإنسان أن الاستجابة تكون بشيء معين، بكيفية معينة، وفي زمان معين، لا، فهو يستجيب لك سبحانه وتعالى في الوقت الذي يشاء، لا في الوقت الذي تشاء، وبكيفية التي يريد، لا بكيفية التي تريد أنت. الصحابة رضي الله عنهم في السيرة النبوية نماذج كثيرة، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالعمرة، ثم بعد ذلك اعتقدوا بأنها ستكون في ذلك العام في صلح الحديبية، فكانت العمرة في العام المقبل، وكان الصلح يعني بين المسلمين وغيرهم من المشركين. فجاء سيدنا عمر، تسأل الصحابة والله وعلى رسول سيدنا عمر، سأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وسأل سيدنا أبا بكر، فقال له سيدنا عمر، أقال لك في هذا العام؟ بمعنى النبي لم يخبر بأنه في هذا العام، وإنما أخبر أن العمرة ستكون، وكان الأمر كذلك، كان في السنة المقبلة. إذن قد يأتي الأمر من عند الله تعالى في الوقت الذي يشاء
لا في الوقت الذي نشاء. وهنا تأتي يعني الحكمة الأخرى لتبين هذا الأمر، لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. نعم، هذه إن شاء الله هذه الحكمة السابعة التي ذكرها سيدي ابن عطاء الله السلام. فنقف بإذن الله تبارك وتعالى عند هذا الحد لنكمل ما بقي إن شاء الله من الوقت في شرح الأربعين النووية، ثم نفتح مجال النقاش والحوار. والله تعالى هو الحق والسبيل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.